كل شيء زوين. كنخدموا شويه وكنعسوا، والله الا بالشهر كنعسوا، ما بقاتش خدمه زعما مداومه. لا ما بقاتش، كنا خدامين نهار على نهار، دابا والو كنخدموا. الاسواق اللي اكادير، الدار البيضاء، المغرب كامل، الغرب، طنجة، كل. يعقوبي مصطفى معكم في الفخاره ديال ترك عكراش ديال حي الصناعه ديال التقدم في الرباط. وانتم كتشوفوا دابا ها المحل ديالنا هو هذا، كنصايبوا الطواجن سبيسياليست طاجين الرباطي داك المسبوغ تيتسمى، والقصريات ديال الكسكس حتى هما. وكاين عاوتاني حدانا من هنا الاخرين كيصايبوا داكشي ديال المحاباق، وتصايبوا داكشي ديال الطاجين السيراميك، والصناعه هي هذه ديال الحرفه ديالنا. كيشي بيعوا بالتقسيط ولا بالجمله؟ كنبيعوا بالجمله، الجمله عندنا الكليان ديالنا تيجيو تيديو. قبيله نيت واحد السيد عاد مشاني قبيله، وعلى حسب ما، وهي نعسات شويه، نعسات نيت على فين. هذا رمضان كاين شي رواج ولا والو؟ هذا رمضان اللي فيه واحد شويه شي بركه، وتقرب عاوتاني العيد كبير تتحرك عاوتاني القضيه. هذا ما كان. واش كيحتاج زعما الطاجين والقصريات ديال الرباط؟ ديال الرباط عندنا الطين ديال الرباط، الطين الرباطي. هذاك الطين عاوتاني حيت الطاجين، الطاجين الرباطي هو اللي كنا عارفين حنا في الاول، كنعرفوا غير الطاجين الرباطي، تيقولوا الطاجين الرباطي طاجين السلاوي، هو هذا اللي تنديروا حنا دابا هنايا. دابا عاد هذوك الناس كانوا خدامين هنا في الرباط، ومشاو لمراكش ومشاو للنواحي وداروا المحلات ديالهم تما. هذا الشيء دابا هما في الاول كان الطاجين غير حدو هنايا في الاول في 1980 70 حتى التسعينات، عاد مشاو هما داروا المحلات وحد اخرين لي. كاين هذاك البيع والشري ديالنا، هما اللي تيشريو هما اللي تيصدروا، فهمتي، تيجمع لهذا شويه من هنا، حيت الاخر تيبغي عاوتاني ماشي غير الطاجين بوحدو، تيبغي طاجين سوبيرات زلايف طويجنا صغيورين سيراميك، حتى شي ديال الفخار حنا الطواجن، حيت هادشي ديال الفخار راه فيه انواع متنوعه. و راه نجي لك الحسابات راه تقريبا شي 1000 ديال النوع، صغير ها الكبير ها، راه هادشي هذا ما كان. الثمينه كي دايره عندك؟ الثمينه جد مناسبه جدا. شحال الطاجين الصغير مثلا؟ الصغير مثلا كنبيعو، كنبيعو حنا دابا داك الصغير كاع كنبيعوه ب7 دراهم جمله، كاين اللي فوق منه تنبيعوه ب8 دراهم، كاين الاخر ب10 دراهم. ولاني في برا هذوك الناس اللي تيزيدوا بزاف، تسولوا في الطاجين تما تيقول لك 50 درهم، وهو شاري من عندنا ب 500 ريال مثلا ولا 400، بغى يديه اكثر منا حنا على خمسه ديال الاضعاف، ما يمكنش. كشاد بحال هذوك الناس اللي ما تيساعدوش هذه الحرفه هذه. الدعم ما عمر جا عندنا شي واحد، الله يحضر السلامه. عمر عقل علينا شي واحد ولا شافنا، راه هو السيد خدام معايا تيضحك من البعيد. وجهو بحال دابا حنايا، بحال دابا حنا في الرباط هنا ما عندنا حتى الضوء، دابا حنا العاصمه وما عندناش الضوء. حنا الاولين في الفخارات كاملين وما عندناش الضوء، السلاويين واخدين كلشي، الدعم واخداه سلا، داكشي اللي تيفرقوا شي فرانات ديال الكاز تيديهم سلا، هادي الدعم ديال الخدامه تيديهم سلا، حنا والو هنا في هذا الرباط، تا فينا تا واحد، واقفين، يعني وحنا الاولين. عندكم هذا المعمل خدام بدون كهرباء؟ بدون كهرباء، وفي الرباط يا حسره وحده لوطوروت، وشوف انت الخدمه. وحنا دابا هذوك اللي دابا ولاو المنافسين ديالنا فين كاينين؟ كاينين في جهه مراكش. غير في العروبيه وعندهم الضو وعندهم الماء وداروا المواكان فاتونا، وحنا اللي علمناهم كانوا خدامين عندنا هنايا ومشاو تما ولقاو الضو ولقاو هذا وداروا المواكان وداروا، حنا باقيين تقليديين. هذه هي الاصل، هي هذه الاول. شوف القيس سا كيداير. ما وجهتوش شي نداء للسلطات؟ ما كاين نداها فيك والو حتى حاجه. تواصلتوا معاهم؟ لا والو، ديروا جمعيات، درنا جمعيات، ما درنا الاولى درنا الثانيه درنا الثالثه، والو شي حاجه ما كاين. الدعم كله تيدي غير سلا. خرجوا لهم ديك النوبات شي فرارن ديال الغاز، او فينهم؟ حنا شلنا فيهم شي فرارن؟ ما شلنا فيهم حتى كرسي ما عطاوني. و الضريبه راه تنخلصوها، جاو غير ذاك النهار. ايوا هذا ما كان. عندي مرحبا، حدا لوطوره تيجي عندي حتى الماعن نبيع لي انا بثمن الجمله. يلا تبرع مع راسك. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.